مرت امرأة بجانب رجل مجنون وبيده عود يرسم به على الأرض، فشفق قلبها عليه وسألت: ماذا تفعل هنا؟ قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء. فابتسمت، قالت له: هل يمكن أن آخذ قطعة منها؟ وكم ثمنها؟ نظر إليها وقال: نعم، أحتاج فقط 20 ريالا. أعطت المرأة المجنون 20 ريالا وبعض الطعام وذهبت. وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة، وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى معها مع هذا الرجل المجنون. فقام الزوج وذهب إلى الرجل المجنون ليشتري قطعة منه، وقال له: أريد أن أشتري قطعة من الجنة، فكم ثمنها؟ قال الرجل المجنون: لا أبيع. فتعجب الرجل وقال له: بالأمس بعت قطعة لزوجتي 20 ريالا. فقال الرجل المجنون: إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة 20 ريالا، بل كانت تجبر بخاطري، أما أنت فتطلب الجنة وحسب، والجنة ليس لها ثمن محدد، لأن دخولها يمر عبر جبر الخواطر. فيا إخواني، اجبروا خواطر بعضكم بعضا، فإنه من سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر. لو استفدت من هذه القصة، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وقم بنشرها مع أصدقائك ليستفيد كل الناس. وشكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.